ازيك يا جدو؟ الله، ازيك يا حنان يا بنتي، عامله ايه؟ الحمد لله. امال فين فلتة؟ فلتة؟ اه، وراح فين الواد ده؟ ايه ده؟ واقف هنا يا نايم. ايه الجمال ده يا فلتة؟ ايه ده؟ وحيد الدايم. الله، طب فين الطبلة؟ حتى اتصل الطبلة. ايوه، انا لسه كنت هقول لك. تن 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 تن، فين الطبلة؟ انا دلوقتي بعملها يعني بالهامنج كده لغاية لما اشتري طبلة. بس ايه الجمال ده؟ شفتي؟ اتاريك عمال تقول ما في. فين الجلابيه البيضة؟ فين الجلابيه البيضة؟ بعتذر ان انا اتاخرت عليكم شويه، بس كنت بجهز لكم هذا اللوك الرائع. هو لوك جميل صراحه، بس حلو. يا ترى ايه سر انك لبست كده؟ بصي بصي يا جدو الشياكه، بصي جدو الشياكه، بص. اه، ما هو يمكن لابسها عشان يعني الشياكه والتغيير يا جدو. شياكه وتغيير يطلع كده على الهواء. طب ايه يعني ده؟ الجلابيه دي معناها الاصاله يا جدو، صح؟ مش انت لابسها لنا ليل نهار في البيت يا جدو، ولا كانت عليا؟ يا بابا مش في البرنامج. لا ايوه، هو عايز يقول لك البرنامج بيبقى له لبس يعني، والبيت بيبقى له لبس، ولكن مش مشكله. المسحراتي الجميل بتاعنا بيبقى لابس الجلابيه، صح؟ ويقول ايه يا فلتة؟ اصحى يا نايم. تن 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 تن. ايوه، معايا بالطبل يا جماعه، معايا بالطبل. ماشي، يلا يا جدو. وحيد الدايم. تن 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 تن. اصحى يا جدو. ايه صح يا بابا؟ اصحى يا ماما حنان. انا صحيت اهو الحمد لله. اصحى يا ابو المخرج. ونقعد ننادي بقى. بس جميل قوي، حلو قوي. طب انت لامس المعنى الجميل ده من المسحراتي؟ طبعا. شفت هو بيعمل معانا ايه؟ ده موسم بقى، وكل سنه وانتم طيبين. لا استنى يا جدو، موسم هو عشان موسم بس؟ لا انا اشرح لك بقى. حضرتك عارفه طبعا ان انا احب اشغل دماغي. بخاف من شرحك بقى، ترعب كده. انا بحب اشغل دماغي جدا، تفضل تشتغل تشتغل. طب ما تسالني قبل ما تشغلها. عشان كده انت رابطها، علشان تشتغل كويس. انا ما بحبش اجهدكم. طب قول يلا. اقول لك بقى، اقول لك يا ماما حنين. اتفضل. انا الحقيقه لقيت بقى ايه؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يوسع عليه ويزيد وعمه المسحراتي. ايوه. انك العب صبور. كل يوم من اول رمضان، من اول ليله رمضان، ينزل الشارع بقى ويبقى معاه الطبله بتاعته الجميله، ويقعد ينده لنا، وانا اطلع له من الشباك واقول له قول اصحى يا فلتة، ونبقى مبسوطين. الله، هي من روحانيات رمضان اصلا. جميل طبعا، جميل. المسحراتي والفانوس حاجات كده ما ينفعش يجي رمضان من غيرها. تحفه تحفه. فانا بقى مع اننا احنا عارفين عم عبد الصبور، بس بنحب دايما نقف في البلكون ونتفرج عليه برضه. طبعا ده لازم. وابص عليه كده واوسع حبال الغسيل وابص عليه. الله، وهو خدي بالك انت من اوسع حبال الغسيل دي وابص. ايوه مش مشكله، ما هو ما بيوقعش حاجه يا جدو. ولا في حاجه وقعت انت كنت ناشرها؟ كنت حاطط الشال بتاعي بس مش لاقيه. ما يجراش. ايه ده؟ وقع عند طنط سعاد اللي في الثالث، هبقى اجيبه لك. طب وبعدين يا فلتة؟ المهم بقى نرجع لعم عبد الصبور. انا بقى لقيته ايه؟ بسم الله ما شاء الله، يجي بقى كده ايه؟ كل يوم يصحينا، كل يوم يصحينا. أيوة. وبعدين يجي عند ايه؟ اخر يومين ثلاثه في رمضان يعدي علينا في البيت بقى. ويلم الفلوس. بسم الله ما شاء الله، انت هتقر على الراجل يا ولد. ما ايه طب ما هو طول شهر رمضان بيتعب وبينزل وبيلف علينا عشان يصحينا. ويلم انت باصص له الفلوس. هو ماله مركز يلم بالفلوس؟ يلم الفلوس. ايه مالك يا ابني؟ استنى، ده مسكر قوي وبيقول بيلم الفلوس. طب وايه المشكله يا فلت؟ لا مفيش مشكله، رزقه يا ولد. دي وظيفته يا فلت، وظيفته مسحراتي وبياخد عليها. وبعدين هقول لك، هو بص هو بيتطوع انه يعمل ده. أيوة. وانت بقى، انت وجودتك بقى، فيه اللي بيديله بقى كحك العيد. أيوة. وفي اللي بيديله بقى العيديه الحلوه. ايوه، في بقى كل واحد على حسب يعني. ما انا بقى عجبتني الفكره، الكونسبت عجبني. هو ايه اللي عجبك؟ هو استنى، هو ايه اللي عجبك يا ولد؟ الفكره بقى. وبعدين؟ فانا قلت ايوه، طب ما يا واد يا فلتة، انت صوتك بسم الله ما شاء الله ربنا مديك حنجره يعني بتهز جبال، وان كان على الطبله نحوش ونجيبها. لحظه، اوعى يكون اللي ببالي. ايه ده؟ اوعى يكون صح يا حنان يا بنتي، الواد ده بيفكر في ايه؟ انا مش عارف اللي في بال حضرتك ايه، بس انا اقول لك على اللي في بالي انا. نشوف. طب استنى، اوعى تكون عايز تشتغل مسحراتي. باذن بعون المولى. ايه، انا كنت مرعوبه مرعوبه منه بس. وادعي لي بالتوفيق. دي يا حبيبي انت صغنن. ما انا عملت لسته باسامي الجيران عشان امده لهم كل يوم. يا حبيبي صحينا احنا، صحينا احنا، ما احنا بنبقى في البيت نلف على اوضه اوضه فينا وصحينا. ما حضرتك ما شاء الله بتصحي من قبل ما المنبه يرن، مش عارف بتعمليها ازاي. عادي، عشان انا يعني الام بقى وفي البيت ولازم، ده انا ببقى صاحيه من بدري. بس استنى بس، انت عايز تنزل تصحي الناس علشان ده حب منك كده من جوه قلبك كده؟ عشان الفلوس. كنت
مر بص بص تحس ان هو طالع من الفانوس لا السحري. تحس انه محروم عايزين نعدي بقى حرمك انا يا ولد كده عايزين الظهر يلعب هتعدي تروح فين يا حبيبي وانا ولعبت يا واغني كده بقى في العيد طب انت محروم يا ولد لا مش محروم بس يا ولد انت معاك حصاله لو اتفتحت تعمل حساب في البنك يا ولد ما تخلينيش اتكلم ويقولوا بتقر على ابنها بدل حرام بدل حضرتك والجد وتزودوا لي المصروف قلت اجتهد واشوف اكل عيشي لا حول ولا قوة إلا بالله طيب ده أنا لسه بقول الفكرة الفكرة لما تبقى بحب كده ماشي نقول ماشي وبرضه أنت لسه صغنن على الكلام ده أصلا هو كبير أنت لسه صغنن